اقول اكيد لك يعني. نقطه تانية برضو يا كابتن هاني، اتفضل. يعني يمكن جماهير ما تعرفهاش. الواحد ده امبارح الراجل اتكلم مع اللاعبين في المطار، دي حاجه بنقولها هنا انفراد من خلال المحترف. اجتمع مع اللاعبين وهم راجعين من تونس في المطار، اتكلم معاهم. فكر احترافي ازاي بيتكلم مع اللعيبه، يعني هنا اللعيبه الاول بالفوز وقال لهم انا مش عايز حد يقول لي مبروك، انا ما عملتش حاجه، انا يا دوب ضربه البدايه خطوه، لسه ما تاهلناش، ممكن جدا اللي حصل اللي احنا عملناه ده، يعني بيقول لهم كده الفرقه دي تيجي تعمله عندنا في القاهره، هتيجي مش باكي على حاجه، هتيجي تلعب وتقدم مباراه كبيره. بيحط اللعيبه ان انت خلاص انت لسه ما عملتش حاجه. قال لهم نقطه تانية مهمه، انا ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، يعني ما حدش يفتكر ان هي المجموعه، يعني بيوجه رساله برضه حماس وتحفيز للاعبين، ما حدش يفتكر المجموعه اللي لعبت دي. قال لهم هي دي اللي هتلعب معايا، ممكن لعيب كان اساسي النهارده يكون بديل المباراه الجايه، كل مباراه عندي ليها وجهه نظر وليها المتطلبات بتاعتها وليها اللعيبه اللي هحتاجهم خلالها، وعندي كل اللاعبين واحد. وقال لهم كل مباراه انا شايف مين العناصر الانسب ليها والفريق عندي كل واحد. قال لهم حتى الصفقات الجديده ما حدش لسه يقول احكم ومش احكم، كلهم واحد، كلكم عندي فرقه واحده وكلنا بنسعى للنجاح مع بعض. ما فيش شك طبعا الكلام اللي بيقوله ده راجل بروفيشنال، ودايما دايما حتى على مستوى اوروبا بتبقى هي دي الاساس. انت تيم 25 30 35 ايا كان العدد، انت تيم متواجد، الرؤيه الفنيه على حسب رغبه المدير الفني هو اللي بيحط تشكيل يغير مين، لكن موضوع دايما موضوع اساسي واحتياطي ده للاسف ثقافه واخدينها واحنا بنلعب في قطاع ناشئين، فلازم كمان ده ينتهي. يعني كمان في من الرسائل المهمه من برنامجنا هنا المحترف كمان ثقافه المدربين في قطاعات الناشئين، ما يوصلش الولد والكلام اللي بيقوله كولر ده للفريق الاول هو ده اللي يتقال للبراعم والولاد الصغيرين، انتوا مجموعه، انتوا تيم واحد، كل واحد فيكم مهم جدا يكون موجود في، ما فيش حاجه اسمها احتياطي واساسي، ده انت بتلعب على حسب احتياجات الفريق وحسب رؤيه المدير الفني. زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله. مباراه زي ما قال كولر كده احنا لسه 50% يعني بالزبط. ولسه في 50% ان شاء الله تكتمل ان شاء الله يوم السبت، ويصعد النادي الاهلي اكيد لدور المجموعات، بدايه مشوار جديد في البطوله الافريقيه والحلم ال11 ان شاء الله للنادي الاهلي.